السلام عليكم، مرحبا بالصحافة المغربية. اليوم في المكتب ديالي المتواضع أخص بالذات الرجالية ذات أصوات ومجلة أصوات الإلكترونية. معكم الأستاذة سعيدة الحناني، مستشارة قانونية ومحكمة، مسيرة شركة خدمكم للتقنيات القانونية، عضوة بنادي قضاة التحكيم الدولي، المكلفة بالتحكيم والهجرة واللجوء في التحالف الدولي للحقوق والحريات الذي أسس في إسبانيا، فاعلة جمعوية، مستشارة قانونية بمجموعة من الجمعيات داخل المغرب. بمناسبة عيد المرأة، كيف عنونت اليوم في واحد تدوينة درتها في الصفحة ديالتي على الفيسبوك، كتبت فيها: المرأة هي أرق ما يمكن، المرأة تتحمل أكثر ما يمكن. تحياتي إلى تلك المرأة التي هي مثل العشب الناعم ينحني للنسيم ولا ينكسر للعاصفة. تحية لكل نساء المغرب، المرأة القروية، المرأة في المدن، المرأة العربية، تحية لهم من هذا المنبر. وبالنسبة لي المرأة لا تكرم غير في 8 مارس ولا شهر مارس وشهر النساء المغربيات، وإنما تكرم طيلة 365 يوم. طبعا الحال سعيدة، فيما يتعلق بالمهنة ديالك اللي هي مهنة تحصيل الديون، نعم، عارفوا أن مهنة شوية صعبة، نعم، وتتبغي شوية ديال الصبر وشوية ديال يعني الصبر المتواصل، وتتبغي العمل يعني اللي يكون شوية صعيب. نعم. كيفاش تحكي لنا شويه على التجربه ديالك في مجال تحصيل الديون؟ كنت كامراه يعني كيفاش، شنو هما الاكراهات، شنو هما الجانب الايجابي والجانب السلبي بصراحه؟ اول حاجه عندي في مجال تحصيل الديون بالاخص عندي تجربه ديال 18 سنه في هذا المجال. 18 سنه يعني ماشي صعيب الواحد يستمر فيها في مجال تحصيل الديون، سورتو هاد المهنه هادي كتاخذ واحد الطابع رجالي، لان بحكم التقاليد والعادات ديالنا كنعرفوا ان الرجل هو اللي كيتحرك، هو اللي كيقدر يسافر بزاف، هو اللي كيقدر يشد طرقان بالليل، كيدير واحد الابحاث، كيتعامل مع مصادر. ولكن حتى المراه المغربيه عندما تقول في هذا الجانب هذا بالضبط، والحمد لله يعني 18 سنه ماشي شي حاجة اللي سهلة باش الإنسان يستمر في هذه المهنة. من غير الصبر ومن غير الإرادة، كاين أول حاجة كنرتكزو على التعليم، كنكونوا مواكبين للحركية ديال القانون. يعني كتكون عندك واحد التجارب مع الزبناء ديالك والمحاكم المغربية، يعني يعني الحمد لله. وحتى تجربه الى وين تحطوا على الاكراهات ديال المهنه، تخليق المهنه ديال تحصيل الديون، اشنو هما بعض الاشياء اللي كتشوفي انت كتشوفيهم انت يعني كفاعله في الاطار هذا، شي حوايجات اللي ربما يعني ما كانش خصهم يكونوا في هذا المجال؟ اولا مهنه تحصيل الديون انا كيف كنقولها دائما في الحوارات ديالي، انا كنعتبرها مهنه قانونيه، يعني ليس كل من هب ودب يتسمي راسه محصل ديون، حيت المحصل ماشي هو هذاك العون اللي كيجيب واحد الفلوس من عند مدين الدائن ولا كيقوم بهذا الاجراء هذا. ولكن محصل ديون خاصو واحد الالمام بالقانون بعد اول حاجه، خاصو يكون عارف وقارئ اشنا هي الاوراق التجاريه، خاصو يكون مواكب للقانون والحركيه ديالو وتطور الجريمه. هذا هو محصل الدين، يعني ليس كل من هب ودب يقدر يقوم بهذا المهنه ديال تحصيل الديون. بالنسبه للاكراهات كيف شرتي ليها، حنا بحال جميع المهن، مجموعه من المهن فيها الصالح وفيها الطالح، فيها الناس اللي كيسيئوا المهنه وفيها ناس اللي عندهم مصداقيه وكيستمروا بناء على هذيك المصداقيه ديالتكم في المجال. احنا عندنا مؤاخذات على مجموعه من الناس اللي كيديروا تحصيل الديون بحكم اننا كيأثرنا واحد العمل ولا واحد المجال معين. وانا كنعتبر مهنه تحصيل الديون هي مكمله،
المهنة ديال المحامي. بالعكس حنا حاولنا ما امكن اننا نسرع من وتيرة مجموعة من الملفات العالقة في المحاكم المغربية، وهذا زعما بالدليل وكل شيء عارفة، والدليل ان المجموعة من الزبائن ديالنا للاشخاص الذاتيين ولا المعنويين كيحاولوا ما امكن كيديروا دائما عقود مع شركات ديال تحصيل الديون. فيما يتعلق ولك بعض الزبائن اللي كيتشكاو من بعض الشركات تحصيل الديون، كيقول لك لازم نمشيو عند مثلا الشركه تنبعوا فيها الثقه وتنعطيوها مثلا كنوكلوها باش انها هي تكون الموكل ديالنا باش انها تحصل لنا واحد الديون عند واحد زبون اخر. نعم. وكاين بعض الزبناء كيخونوا الثقه، وكاين التماطل وكاين التواطؤ. كاين التواطؤ، كاين خيانه الامانه كذلك. اشنو الرساله اللي توجهي دابا للناس العاملين في هذا القطاع، الناس عندهم شركات ديال التوطين؟ قبل ما نوجهوا رساله، احنا كيف قلت سبق وقلت انا مهنه تحصيل الديون بحال مجموعه من المجالات، فيها الصالح وفيها الطالح. مع كامل الاسف شفنا مجموعه من الناس اللي تاثروا في شركات ديال تحصيل الديون، وفعلا ضروا بمصالح مجموعه من المواطنين، وهذا مع كامل الاسف كيضرنا حنايا شخصيا، الناس اللي مستمرين في هذا المجال كيضرنا حنايا وكيحز في القلب ديالنا. ولكن انا كنبغي نقولها وناكدها، يعني قبل من الزبون انه يدير واحد العقد مع واحد الشركه ديال تحصيل الديون، ما فيها باس يشوف واحد السيفي ديالها ويشوف حتى لي ريفيرونس اللي عندها ومع من كتعامل وعاده، ويتاكد من المصداقيه ديالها في التيران، واش كاينه فعلا حاضره، واش عندها مصداقيه، واش عندهم على شي حشم وخليناها. بالنسبه لخيانه الامانه، رحنا كنلقاو في المؤسسات التجنيه، راه كنلقاو عدول، كنلقاو موثقين، كاينين محامون، كاين، يعني كل واحد كل مهنه وكل مجال فيه الصالح وفيه الطالح. هذا الرسالة اللي كنبغي نوجهها للزملاء ديالي في مهنة تحصيل الديون، هي ضرورة التأطير والتنظيم. كيف قلنا دائما البقاء اللي هو الأقوى ولا الأصلح ولا الناس اللي عندهم المصداقية، ما نكرهوش أن يكون بيناتنا واحد التنظيم اللي هو قوي، بحكم أننا كنكملوا المحامون مثلا في مجموعه، وكنتعاونوا مع مجموعه من المحامون في مجموعه من المساطر. هذه رساله موجهه لهم باش نشوفوا شي تنظيم قوي جدا اللي نتنظموا فيه، وما يبقاش من هب ودب انه يدخل لهذا المجال. بالنسبه للحياه الشخصيه والحياه المهنيه، هنا عندنا دائما الكفه اللي كتكون غالبه هي الحياه المهنيه. ما عرفتش كيفاش غنعبر عليها، ولكن كتلقى الجانب المهني حاضر حتى في المناسبات العائليه ديالتنا اللي كتكون، كتلقى هذاك الجانب المهني حاضر في اللقاءات اللي كتكون ما بين الاصدقاء، كتكون الجانب المهني حاضر، يعني الجانب المهني كيغلب على الجانب الشخصي. واش نقول لك، كنحاولوا ما امكن ان نوفقوا بيناتهم وصافي، هادشي اللي كاين. منذ اعلان الفترات ديال الحجر الصحي اللي حنايا باقيين لحد الساعه فيها، تم تغليب الجانب الانساني على الجانب المهني. حاولنا ما امكن في هذه الفتره اننا ما نوضعوش شكايات الناس، لان فعلا مجموعه من القطاعات اللي ضرت بواحد الشكل كبير. حاولنا نديروا بالاخص دور المحكم في النزاعات، اي نزاع بين دائن ومدين كنحاولوا ما امكن نديروا دور المحكم، وكنحاولوا ما امكن نديروا واحد اصلاح ذات البين وترميم هذيك العلاقه بيناتهم، واعاده جدولات الديون اللي كاينه بيناتهم والتقسيط ديالها، يعني حاولنا ما امكن الجانب الانساني غلب في هذه الفتره هذه كامله. حتى من الشكايات ما تحفظت انا شخصيا، ما
ما وضعتش شكايات الا شكايات للضروره وصافي هادشي كان طبيعة الحال. شكرا كنقولها للوالديه الوالد ديالي اللي ضاع ليا في هاد الفتره ديال كورونا. اش غنقول لك، كنقولها كذلك الناس اللي وقفوا معايا من البدايه ديال المسار المهني ديالي، لعائلتي، لخوتي، الاصدقاء ديالي، الناس اللي كنتعامل معاهم، المجموعه من المحامون اصدقاء، المجموعه من الناس اللي كنتحاك معاهم يوميا، كاين واحد الاحتكاك وكاين واحد الصداقه وواحد الرابط قوي بيناتنا. كنقول لهم شكرا، لان فعلا الجائحه ديال كورونا بينات لنا واحد ترابط وواحد تماسك، والحمد لله الله يرفع علينا هذا الوباء وترجع المياه لمجاريها وترجع الحياه للعاده ديالها والطبيعه ديالها. كنبغي نقدم التعازي ديالي الحاره للمغاربه بسبب فقدان الناس اللي فقدناهم بسبب جائحه كورونا. كنبغي ندير واحد الاشاده للناس ديال الصفوف الاولى اللي قاموا بواحد المجهودات جباره خلال هذه الجائحه وطيله فتره الحجر الصحي. وناس الصف الاول راه معروفين الصحه، الناس ديال الامن، الصحافه، الفاعلين الجمعويين، كنبغي نشكرهم من هذا المنبر كذلك. كنبغي ندير واحد الاشاده حتى بالمجهودات ديال الدوله المغربيه، تثمين المجهودات اللي قام بها صاحب الجلاله محمد السادس نصره الله، بطبيعه الحال الحفاظ على الوحده ديال التراب ديالنا، وكذلك الانفتاح على باقي دول العالم، فتح مجموعه من القنصليات، وكذلك السياسه الرشيده ديال تجاوز ازمه كورونا واللي حنا مازالين فيها بهاد الفترات ديال اللقاح والتنظيم ديال هاد الحمله ديال اللقاح. ودائما كيبقى الشعار ديالنا الله الوطن الملك. وكتنويه كنبغي الاشاده بالمجهودات ديال الجاليه المغربيه خارج ارض الوطن اللي بينوا على واحد الحس تضامني عالي تجاه الاسر ديالهم في هذه الجائحه ديال كورونا، وكذلك حتى للمواقف ديالهم الصامده والمستميته على الوحده ديال البلاد والغيره ديالهم على الرايه المغربيه وعلى الشعار ديالهم الدائم الله الوطن الملك. وكنشكر الاعلام ديالنا المغربي بالخصوص مجلة أصوات وجريدة أصوات على المواكبة ديالتها للمختلف القضايا اللي كتهم الشارع المغربي، وعلى المواضيع القيمة اللي كتساهم في التوعية، في نشر التوعية بالأخص. كنشكرهم بزاف من هذا المنبر، وكنتمنى لهم مسيره موفقه والديمومه والاستمراريه في العمل ديالهم. تبارك الله عليكم. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع